السلام عليكم، معكم زهير من قناة زهيرتك. في هذا الفيديو غادي نديرو مراجعة لهاتف سامسونج A13، الهاتف من الفئة الاقتصادية. إذا خليكم معنا لآخر الفيديو باش نتعرفوا على المواصفات اللي كتجينا في الهاتف بالإضافة للمميزات والعيوب، واش يستحق الشراء ولا لا. إذا نبدأ على بركة الله. إذا نفتحوا العلبة ونتعرفوا على شنو كيجينا فيها. اذا كنلقاو الهاتف ديالنا، كذلك نلقاو كتيب الاستعمالات اللي ما كيقرا صراحه حتى واحد، كذلك كابل من نوع تايب سي، والشاحن اللي القدره ديالو 15 الواط، كذلك هاد الليبرا ديال باش كنجبدوا لي كارت. اما بالنسبه للكيتمان فما كيجيولاش مع الهاتف، شي حاجه اللي تعودنا عليها في الاجهزه ديال سامسونج وتقريبا في جميع الهواتف. اما بالنسبه للتصميم ديال الهاتف فهو كيجينا كامل من البلاستيك، شي حاجه اللي عاديه بالنسبه لهاد الفئه السعريه. الكاميرات كيجيونا خارجين من الظهر، ما فيهمش لا اطار لا حتى شي حاجه، الصراحه شكل اللي زوين. اما في اليمين عندنا زر التشغيل مدمج مع البصمه وازرار ديال الصوت، وفي الاعلى كنلقاو ميكروفون اللي عزل الصوت، وفي اليسار كنلقاو ملفات الشريحه اللي كتجي بجوج دي كارت سيم وكارت ميموري، وفي الاسفل عندنا ملفات السماعات، ميكروفون ديال المكالمات، وملفات الشحن من نوع تايب سي وسبيكر. اما الشاشه فهي كتجينا من نوع PLS LCD بمساحة 6.6 إنش وبجودة HD+ بدقة 1080x2408 بكثافة البكسلات 400 بكسل لكل إنش، مع طبقة الحماية كورنين غوريلا غلاس الجيل الخامس مع معدل تحديث 60 هرتز. مواصفات ديال الشاشة ما نقولش عليها الأفضل في هذه الفئة، لكن مقبولة. اما بالنسبه للكاميرات فهي كتجيب 4 ديال العدسات، الاولى 50 ميجا بكسل وهي الاساسيه، والثانيه 5 ميجا بكسل وهي الالترا وايد، والثانيه بجوج ميجا بكسل وهي الماكرو، والرابعه 2 ميجا بكسل وهي الديب. وكتدعم تصوير الفيديو بدقه فول HD بسرعه 30 اطار في الثانيه. اما الكاميرا الاماميه فكتجينا بدقه 8 ميجا بكسل فتحة العدسة 2.2، وكتدعم تصوير الفيديوهات بدقة فول HD بسرعة 30 إطار في الثانية. أما نظام التشغيل فهو كيجينا بأندرويد 12 مع معالج إكسينوس 850 بدقة تصنيع 8 نانو، الأداء كيبقى مقبول مقارنة مع المنافسين اللي في هذه الفئة. أما البطارية فهي كتجينا ب 5000 ملي أمبير مع شاحن فاست شارج 15 ديال الواط، غادي يشارجي لك من 0 حتى 100% تقريبا في واحد جوج سوايع جوج سوايع وربع. الخلاصه ديال هذا الفيديو، سامسونج A13 كيبقى هاتف مقبول لكن ما فيهش شي اضافات مقارنه مع الاصدار السابق. اذا درنا مقارنه مع الهاتف A22، A22 كيبقى احسن منه حيت فيه شاشه سوبر اموليد زائد الشارج كيجينا ب 25 الواط عكس A13 اللي فيه غير 15 الواط. اما بالنسبه للثمن ديال الهاتف فهو كيجينا بجوج ديال النسخ، نسخه 64 و 4 في الرام ب 1800 درهم، اما نسخه 128 جيجا و 4 في الرام ب 2000 درهم حتى 2050 درهم على حسب المنطقه. اذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. تهلاو.